السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت دعاء. بقى لنا اكتر من حلقه بنتكلم عن الدروس المستفاده من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فضلنا شهر بحاله نتكلم عن الهجره مش هنخلص، لانه حدث الهجره مش مجرد انتقال حياه النبي صلى الله عليه وسلم من مكان لمكان. اكيد يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم بيسيب من بيت لبيت، لا، دي هجرة في سبيل الله ونواة لدولة الإسلام. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب، والرزق الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه يا رب العالمين يا رب، وأن يقنعنا ربنا سبحانه وتعالى بما آتانا يا رب. ربنا يرزقنا انا وانت وكل الناس وكل المشاهدين وكل الناس يا رب، وولادنا الستر والصحه والرضا وراحه البال والفردوس الاعلى ورضاك يا رب والجنه وحسن الخاتمه، وربنا يخرجنا من الدنيا على خير، والعمره والحج والرزق الطيب الحلال الوفير، وربنا يبارك لنا في ولادنا ويهديهم ويسترهم وينجحهم وينجيهم يا رب من كل شر من كل سوء يا رب. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. كل سنه طيب يا شيخ احمد، ويرزقنا ان شاء الله ان احنا نعمل دروس بقى هجره النبي دي من هناك بقى ان شاء الله. امين يا رب. نسجل حلقات كده من هناك ان شاء الله، من مكه والمدينه. امين يا رب. نشرحها عملي يعني. الله. شيخ احمد، اتفقنا هنفضل نقول كل سنه وانتم طيبين لحد كل لحظة. النبي كل لحظه كل لحظة وإحنا طيبين يا رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير وفي أمن وأمان وسلم وسلام يا رب العالمين. أمين يا رب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأيام كلها أيام فرح وسرور يا رب العالمين، وأن يذهب عنا الهم والغم يا رب. اللهم أمين. أمين. ويكشف كل كرب عنا وعن السادة المشاهدين يا رب العالمين. أمين يا رب. أمين. شوف يا ست بقى إيه. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كان مشايخنا يعلمونا لما تيجي تحكي كده، وبالذات انت بتعلم الناس الاولاد الصغار او حتى الكبار، فتبدا تقول لهم زي ما اجدادنا علمونا: كان يا مكان يا ساده يا كرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. احنا لسه في الطائف. سيدنا النبي رجع يا استاذه دعاء. بس رجع النبي عليه الصلاه والسلام وهو في درس مهم جدا حصل في الإخفاق، خلينا نقول كده. والدرس اللي حصل إخفاق ده فيه على طول درس في بث الأمل، لم يخنق الأمل في نفوس المسلمين. راح النبي للطائف عليه الصلاة والسلام عشان يخلي الطائف مركز الدعوة، ومنها تكون الانطلاقة لبناء دولة الإسلام. ما حصلش، فحصل الإخفاق اهو في الواقع، في الواقع المشاهد حصل. أيوة ده، بس في الباطن إيه؟ يعني الظاهر حصل لكن الباطن. كأن النبي يعطي للأمة كلها ولكل إنسان هو ماشي في الحياة بتقع مرة، ودي سنن ربنا عز وجل، بس اوعى تيأس. وده مش معناه اللي انت تخنق الأمل في نفسك، لا بالعكس، لا تمضوا في طريق اليأس فإن في الكون أمل، ولا تتجه نحو الظلمات فإن في الأكوان شموس. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع وهو كأنه بيقول: يا رب أنا خدت بالأسباب، مش مهم بقى قضية النتيجة تيجي إزاي، مش بتاعتي، لكن بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. سيد النبي لما طلع من مكة كان نفسه يرجع مكة، فربنا بشره في الأول وقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما عادش أقول بقى إمتى يا رب، ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. في شوية خطوات اشتغل، طب امتى النتيجة سيبها على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. انا كذلك الامر، عاوز انجح ذاكر، والنتيجة في النهاية بتاعت مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى، مالكش علاقة بيها. اعمل اللي عليا، اعمل اللي وفوض امري، تدعو الله تبارك وتعالى. ما تجيش تقول: ما انا دعوته فلم يستجب لي. لا، انت مطلوب منك الطاعة بتاعتك اللي انت تدعو الله عز وجل، وده في حد ذاته عبادة. ربنا استجاب لم يستجب مش بتاعتك، النتيجة على مين؟ على الله، على الله تبارك وتعالى. ده بيعلمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكل إنسان سائر في الطريق. رجع النبي عليه الصلاة والسلام عنده ثقة في الله تعالى، ما فقدش الثقة، يعني مش زي كتير يقول أنا مرة واثنين وانتهينا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبدا، إحنا على طول، حتى في طلب العلم
انا افتكر وانا لسه الربيع تلميذ الشافعي رضي الله عنه لما بدا يديله الدرس يشرح له، شرح له درس 42 مره، كل مره يقول له فاهم، يقول له لا مش فاهم، يعيد الدرس، فاهم، يقول له مش فاهم، يعيد الدرس، فاهم، ف 42 مره، 42 مره مش فاهم. فعارفه ايه اللي حصل؟ الشافعي ما زهقش. عمل ايه الامام الشافعي رضي الله عنه؟ الامام الشافعي قال له طب تعالى لي بقى البيت. وبدا الامام الشافعي صابرا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، وبدا كل شويه يعلمه، يعلمه لغايه حتى فهم الربيع رضي الله عنه، وهو من اجل تلامذه الامام الشافعي رضي الله عنه. شوفي كان ازاي الاول وبعد كده صار ايه، لما امتى؟ لما صبر. ولذلك ربنا يقول وجعلنا منهم ائمه، ائمه يهدون بامرنا، بس بشرط لما ايه؟ لما صبروا. فالنبي صبر عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني لازم يكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى ان الله لا يفعل لك الا الاجمل ولا يفعل لك الا الاصلح فعلا. فربنا بيقول وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. رجع النبي، عارفه اول ما رجع راح فين؟ هل دخل على مكه على طول؟ لا، راح في غار حراء وقعد يتدبر الامر. طب حد يقول لي وليه ما دخلش مكه على طول؟ وبنو وقومه بنو عبد مناف موجودين هيحموا النبي عليه الصلاه والسلام. نقول له لا، ده الامر اتغير. الامر ايه؟ تغير. مات عمه اللي كان بيدافع عنه ابو طالب، ماتت زوجته السيده خديجه اللي كانت بتدافع عن النبي وتخفف الالام وتحمل الالام عن كاهن النبي عليه الصلاه والسلام. اللي مسك رئيس القوم دلوقتي هو اشد الناس عداوه للنبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو مين؟ ابو لهب اللي نزل فيه القران سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت فده أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ النبي يتدبر الأمر. ليه تاني؟ عشان النبي لما خرج أهله اللي هم قوم بنو عبد مناف يقولوا إيه؟ ده النبي كده انسلخ من قومه بدليل إنه رايح يشوف مكان تاني، فلما يرجع هيبقى بأي وجه يعود؟ خلاص. فبدأ يتدبر الأمر صلى الله عليه وسلم وبدأ ياخد بالأسباب. كان عند العرب حاجة كده خلق جميل اسمه الجوار، خلق الجوار. لا عارفه لما يجي يقول لي انا في عرض فلان، انا في حمايتك يعني، فاقول يا جماعه ده في عرض، في حمايه، ما حدش يقرب له، الا يقرب له كانه ايه؟ اعتدى علي انا. فيبدا النبي عليه الصلاه والسلام يعرض الامر خلق الجوار فياخذ به النبي عليه الصلاه والسلام. وده مهم جدا ان احنا ناخد بالاعراف، مدامه الاعراف دي يا استاذ وهي هي غير في يعني غير مضاده لدين الله تبارك وتعالى. فبدا يعرض الاول على الاخنس بن شريخ قال له لا، سهيل بن عمرو قال له لا، راح للمطعم بن عدي، والمطعم بن عدي كان عدوا لقومه ومع ذلك كان راجل صاحب مروءه، وقال له انا ايه؟ انا اجيرك يا محمد. ولبس لأمه الحرب ومسك سلاحه، ولاده مسكوا السلاح، ولاد اخوه مسكوا السلاح وراحوا المسجد عند المسجد الحرام. ابو جهل اول ما شافه قال امجير ام متابع؟ فقال بل مجير. قال قد اجرنا من اجر؟ قال اجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي في جوار مين؟ المطعم ابن عدي رضي الله عنه. طيب ناخد بقى تليفونات. ناخد اول تليفون. اي اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. يا رب يخليكي. معلش وانا عندي ثلاث اسئله صغيرين بس. اتفضلي. اول سؤال، هو انا عايز اعرف حضرتك، هو لو حد حلف بلحمه حد ميت هو ده حرام عليه على الميت؟ ماشي، ده السؤال الاول. ثاني سؤال، هو انا عايزه اعرف هو حضرتك لما انا اصلي مثلا الظهر يعني اخر ركعتين بالفتحه بس ده حرام ولا حلال؟ لما تصلي ايه؟ الظهر مثلا الظهر او اخر اخر ركعتين بالفتحه بس؟ اه ما هو المفروض كده. حاضر يا فندم. حاضر. طيب الثالثه، السؤال الثالث، هو انا سمعت ان مثلا بعد ما تخلص صلاه تقولي الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر كل حاجه 10 مرات، فده يسهل لك استجابه الدعاء في اي حاجه. تمام يا حبيبه قلبي. اول حاجه الحلفان برحمه حد ميت ده غلط. اولا لا يجوز الحلف الا بالله او بصفه من صفات الله تبارك وتعالى. يعني يجوز الحلف بالله تبارك وتعالى او بصفه من صفات الله عز وجل، يعني زي المصحف مثلا، زي القرآن الكريم. فواحد يقول القرآن الكريم يا شيخ، لكن حكاية أبويا رحمة أبويا رحمة أمي وبتاع، سيدنا النبي قال ألا إن الله ينهاكم ألا تحلفوا برؤوس آبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليصمت. السؤال الثاني، آخر ركعتين في الظهر مثلا آخر ركعتين أو في العصر بعد التشهد اللي في النص بنقرأ الفاتحة. أيوة، إحنا بنقرأ الفاتحة وسورة لما أكون أنا منفرد، يعني لوحدي لما أكون منفرد، أو في صلاة حتى سرية وراء مأموم، يعني في صلاة سرية وراء إمام، فبقرأ الفاتحة وبقرأ سورة في الركعة الأولى والثانية.
أيوة. الركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة بس في المغرب أنا أقرأ بس بالفاتحة بس. فقط. بتقول بعد لما بتخلص صلاة في ختام التشهد بعد ما خلص فبقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وبعدين أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يبقى كده تمام 100. أو اللي أنا مستعجل مثلا عاوز أقوم بسرعة فأقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. ممكن سبحان نعم. الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم الصف العظيم. ممكن لو مستعجل قوي. بجد ما هو كل مش ده ملايين الحسنات دي صح؟ لا خلينا بس ناخد بالسنه يا استاذه دعاء في دي وبعد كده روح اعمل اللي انت عاوزاه. ماشي. ام سامة اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه دعاء عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. انا عايزه بس اسلم على حضراتكم واسلم على فضيله الشيخ واقول لكم كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا. ربنا يحفظك يا رب ويكرمك. طيب كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يحفظك. بس مش عارفه، وعايزه بس دعاء حلو من الشيخ ليا بس، يعني ربنا يكرمنا كده ويصلح حالنا بس مش اكتر. صلى الله عز وجل ان يكرمك يا رب العالمين ويسترك ويسعدك يا رب العالمين يا رب، ويرزقنا واياك الفردوس الاعلى من الجنه يا رب يا رب، استتر والصحه يا رب. معنا تليفون. ولا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله حبيبه قلبي، اهلا بيكي. بعد اذنكم عندي كام سؤال كده. اتفضلي. السؤال الاولاني عن انا فاتحه دفتر توفير في مكتب بريد. تمام. وبعدين كنت باخد الفوائد بتاعته. جيت من كام سنه قلت لا، يعني اقتنعت ان الفوائد دي حرام فما بقتش عايزه اخدها. تمام. فقالوا لي ممكن تاخديها وتطلعيها لله، ما تصرفيش حاجه على نفسك ولا اولادك ولا كده. ماشي. فبقيت بعمل كده، بس رجعت دلوقتي تاني شكيت في الموضوع، هل انا كده يعني ممكن برضو تكون الفلوس اللي انا بطلعها دي حرام، ما ينفعش ان انا اطلعها لله، انا اصلا مش مقتنعه بيها، فكنت عايز اعرف كده حلال ولا حرام او صح او غلط. ما دام انت مش مقتنعه، شوفي طول ما انت مش مقتنعه بيها طلعيها في اوجه الخير. يعني ينفع اعمل كده عادي؟ ينفع ان شاء الله. لكن الصح الاصل ايه؟ هي مش مقتنعه بيه. هي ايوه مش هتقتنع، مش هتقتنع بالكلام بتاعها. بس انا قصدي عشان المشاهدين اللي بيسمعوا. لا قلناها مليون مره المسائل دي. شوفوا يا جماعه، الفوائد فيها خلاف كبير بين اهل العلم عليهم رحمه الله، خلاص المعاصرين، انا لانها مش موجوده زمان، المعتمد في الفتوى الان انها ما فيهاش مشكله، انها حلال. حلال المعتمد في الفتوى. انا شايفها حرام ما تاخدهاش. يعني انا شايفها حرام، طب اعمل ايه؟ تصدق بها في اوجه الخير. واخده بال حضرتك؟ نعم. مش انت يعني قصدك لو حد. لا مش انا. ايوه انا بس عشان الناس ايه ما تفهمش الكلام غلط. لا انا اراها حلال، اتدين الى الله بها انها حلال ان شاء الله، وعندي الدليل على فكره، وكنت اناقش مشايخي واساتذتي في الجامعه، كنت اقعد اتناقش معهم في المساله دي كتير جدا يعني. نعم. ماشي. ام يوسف اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك استاذه ضايع؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. بصي حضرتك انا بتكلم بس في حاجه بخصوص الصلاه. سامعينك قولي. انا 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 كنت ملتزمه في الصلاه يا استاذه دعاء، يعني التزام مش قادره اقول لحضرتك. دلوقتي بقالي فتره مش عارفه التزم في الصلاه. وانت بتعيطي؟ نفسيتي تعبانه، مش عارفه التزم في الصلاه زي الاول، مش راجعه زي ما كنت، ما بسيبش فرض ربنا، صلاة الفجر كنت بصليها كل شويه اروح المسجد، فدلوقتي نفسيتي تعبانه، انا مخنوقه وتعبانه. ايوه ايه اللي خلاكي؟ عايزه ارجع التزم ان شاء الله ربنا يقدرك. ايه اللي خلاكي من جوايا حاسه بتعب كده، حاسه ان انا موجوعه من جوه كده، عايزه ارجع لربنا زي ما كنت، نفسي بس تدعولي ان انا ربنا يهديني وارجع التزم الصلاة زي ما كنت. بالله عليكم انا نفسيتي تعبانه بجد، عدم الصلاة ده تعبي نفسيتي بطريقه جامده جدا 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 يا استاذه دعاء والله. ربنا يهديك يا حبيبه قلبي. طب اسمعيني، انت ايه اللي خلاكي تقصري في الصلاه؟ ايه السبب؟ ايه اللي جد عليكي؟ ما فيش، مش عارفه، مش عارفه يا استاذه دعاء، مش عارفه، انا مش عارفه، انا ما كنتش بسيب فرض، يعني مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط، يعني خنقه، ضيقه، زهق، حاجات كتير قوي والله يا استاذه دعاء. معلش معلش، هو الشيطان، دي العاب الشيطان، معلش ما تزعليش كده، وان شاء الله ربنا يهديك ويقدرك يعني، والشيخ احمد طبعا هيجاوب. لا الشيخ انا بس ارجع التزم زي ما كنت الاول، بالله عليك. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. يعني اولا
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الدين يسوى إن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إني جعل لنا هذا الدين يسر بفضل الله. معنى يسر يعني إيه؟ يعني أنا بفضل الله عز وجل، إنها بتقول أنا كنت بروح المسجد، هو مش فرض عليك اللي أنت حضرتك تروح المسجد، هو من رحمة ربنا ومن يسر الله بالمرأة إنه خلى صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها فين؟ في المسجد. فأنا هقول لحضرتك نصيحة مهمة جدا، يعني اللي هو حضرتك أول ما الأذان وقبل ما الأذان يأذن، قبل ما الأذان ادخلي على طول الحمام، توضئي توضئي، وبعدين على طول أنت منتظرة الصلاة ممكن تعملي شوية استغفار، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وتبدأي تصلي الله تبارك وتعالى مباشرة وتدعي ربنا أن ربنا يثبتك. أيوة يعني هو ده مهم جدا. أيوة. لأن سيدنا النبي حتى احنا عندنا في الصلاة بعد ما تقول السلام عليكم بتقول أستغفر الله، وأنا أقول أستغفر الله من إيه؟ ما أنا لسه مصلي. هو أستغفر الله من التقصير الذي حدث في الصلاة، ممكن أكون سرحت، ممكن أكون بفكر مش عارف كيف، فأقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فأنا عملت الكلام ده. طيب الحاجة التانية اللي هو بعد إذن حضرتك نخفف على أنفسنا شوية، اللي هو بمعنى إيه؟ بمعنى اللي أنا أصلي الفرض مع النوافل. طيب أنا بقى بصلي كتير قوي، أقول لك لا اهدى على نفسك شوية دلوقتي، يكفي 12 ركعة كل يوم نوافل، ولو قدرت تصلي ركعتين قيام ليل أهلا وسهلا. طب الفجر، طب نامي بدري وحاولي تستيقظي إيه مبكرا. ما قدرتش غصب عني، أنا عاملة زي صفوان بن المعطل كده، الصحابي الجليل اللي ما كانش بيقوم صلاة الفجر غصب عنه، بينام قتيل. فأول ما تقومي توضئي وصلش. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من يسر الله عز وجل بهذه الأمة، قال النبي ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. يا رب هدينا وثبتنا، وفعلا أهم حاجتين والدعاء الدعاء كمان. كل نعم. واحد يدعي نفسه بالهداية كده والثبات، وأول ما الأذان يبدأ، أول ما الأذان يبدأ أيوة. الواحد بيقوم يصلي بيحس إنه صحيح خلاص صحيح. كان عنده حاجة عملها وخلاص. الراجل كمان، أي راجل اللي يحس بتعب وحس بخنق انزل على طول على فين المسجد. أنا امبارح حصلت لي خنقة، أنا شخصيا حصلت لي خنقة، فعلى طول اتوضيت وخلاص ونازل جري إلى الإيه إلى المسجد. والله يا أستاذة دعاء صليت وخلصت صلاة بالناس وحسيت بهدوء وبراحة. الله يعني طبعا. وهنا فعلا الصلاة فيها راحة طبعا. وكان سيدنا النبي يقول أريحنا إيه بها. إذن فالصلاة هي بتريح الإنسان. ربنا يهديها ويهدينا ويهدينا جميعا ويثبتنا يا رب. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الفقرة، ربنا يكرمك. شكرا ربنا ليك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.